بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الدارسين في مقرر التحليل الإحصائي والكمي في المحاسبة، برحب بكم. وحنتناول في هذا اللقاء وهذه المحاضرة موضوع هام جدا، وهو التفسير الاقتصادي والمحاسبي لمعلومات نموذج البرمجة الخطية. طبعا التفسير الاقتصادي والمحاسبي بيهمنا في المحاسبة أكتر من موضوع الماس والرياضة والانتقال من جدول لجدول والحسابات دي كلها. وذلك احنا بنهتم دايما بالحل النهائي بتاع نموذج البرمجة الخطية، الجدول النهائي بتاع السيمبلكس، وبنعمل ليه تفسير اقتصادي ومحاسبي لهذه المعلومات الواردة في هذا الحل، لأنه بيفيدنا في عديد من الحاجات. أولا كأداة لاتخاذ القرارات، زي ما هنشوف النهاردة إن شاء الله ان احنا ممكن نستخدم البيانات المعلومات اللي واردة في هذا الجدول في اتخاذ العديد من القرارات، اضافة منتج جديد، شراء موارد اضافية، استبعاد منتج، كل دي ممكن ان شاء الله هنشوفها بالتفصيل. برضو كأداة للرقابة، ان احنا ممكن نستخدم هذا النموذج في الرقابة على اداء الاقسام في اللامركزية الادارية، و اعتبار كل مركز او كل قسم مركز ربحية، فممكن ان احنا نستخدم معلومات هذه المعلومات ايضا في الرقابة على الاقسام، وده موضوع من موضوعات ان شاء الله هنتناوله بالتفصيل. ايضا ممكن ان احنا نستخدم برضو هذا النموذج في تسعير التحولات الداخلية بين الاقسام باعتبارها مراكز ربحية. وعشان بقى يعني نفسر هذا الجدول وهذا الحل الامثل، بناخد مثال. عندنا بفرض ان عندنا ثلاث منتجات، منتج سين واحد، منتج سين اثنين، وسين ثلاثة. والجدول ده مديني معلومات عشان اصيغ منها نموذج البرمجة الخطية. طبعا بيهمني فيها مديني سعر البيع بتاع كل منتج، التكاليف المتغيرة للمنتج، بحيث ان انا لو طرحنا سعر البيع من التكلفة المتغيرة من سعر البيع هيدينا عائد المساهمة اللي احنا نصيغ بيها دالة الربح. جايب لي كمان الكميات المتاحة من الموارد المختلفة، من مادة ألف عندي مادة ب وساعات آلات، متاح منها المادة الخام ألف 100 كيلو جرام، والمادة التانية برضو 100 كيلو جرام، وساعات الآلات 100 ساعة. طبعا ده خلال فترة زمنية معينة اللي بيسموها فترة التخطيط. قبل ما ننتقل بس للصياغة بتاعت النموذج، تفسير صغير بقى للتكاليف المتغيره، اللي احنا طبعا عارفينها قبل كده. احنا بنضرب طبعا بالنسبه لكل ماده خام من المواد او كل مورد من الموارد اللي بتستخدم في انتاج المنتج، بنحتاج احتياجات الوحده قد ايه وسعر الوحده من هذه الماده. يعني لو خدنا مثلا على سبيل المثال ماده خام الف، بيقول لي سعر البيع بتاعها نص جنيه، والمنتج بتاعنا الاولاني بياخد 4 كيلو، ف 4 كيلو في نص جنيه اديني 2 جنيه، يبقى دي التكلفة بتاعت المنتج الأولاني من هذه المادة، وهكذا بنبدأ المادة البي ومادة وساعات الآلات، فبيديني المجموع ده بيديني تكلفة متغيرة للمنتج الأولاني، نطرحها بقى اللي هي 6، نطرح بقى 6 من 8 يديني عائد المساهمة. ده الجدول اللي منه هنصيغ نموذج البرمجة الخطية زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت. بس لما نيجي نصيغ النموذج بقى ككيود، دالة الهدف اهي 2 4 نص. انما القيود بقى، هل نستخدم الاحتياجات الوحده ككميات ولا نستخدم التكلفه؟ طبعا نستخدم الاحتياجات. ليه؟ لان انا عندي الكميه المتاحه كميه، وبالتالي هتبقى الناحيتين لازم تبقى كميات، وبالتالي هنستخدم الاربعه والاثنين والواحد، الاربعه والاثنين والواحد بالنسبه للمنتج الاولاني، ده احتياجاته من الموارد المختلفه. لما نيجي بقى نصيغ النموذج، برضه زي ما قلنا المره اللي فاتت خطوات الصياغه، بنصيغ بنعرف المتغيرات الاول. عندي 3 متغيرات، سين واحد، سين اثنين، سين ثلاثه. والسين واحد تمثل كميه الكميه المثلى من الانتاج ومبيعات المنتج الاولاني، سين اثنين برضه بنعرفها نفس الطريقه، وسين ثلاثه ده تحديد المتغيرات بتاعت النموذج اللي هي المجاهيل. بعد كده بنصيغ دالة الهدف من الصف بتاع دالة الهدف. المنتج الأولاني بيديني 2، والتاني بيديني 4 ونص، يبقى كأن هقول المطلوب تعظيم الدالة التالية
2 سين 1 زائد 4 سين 2 زائد نص سين 3. في ظل القيود التاليه، ايه هي القيود بقى؟ هيبقى الماده ا لها قيد، يبقى هنمشي صف صف زي ما قلنا المره اللي فاتت، بس هنستخدم الكميات مش القيمه يعني. فهنقول 4 سين 1 زائد 2 سين 2 زائد 0 سين 3، ما بياخدش المنتج سين 3 ما بياخدش الماده الف، انما بياخد الماده ب. الكميات ديت لازم تكون في حدود المورد المتاح عندي اللي هو 100 كيلو، اديني القيد الاولاني. القيد الثاني بنفس الطريقه هنقول برضو 2 سين 1 زائد 1 سين 2 زائد 1 سين 3 اقل من او تساوي 100. برضو احنا بنتكلم عن ماده ماده، يعني ما ينفعش نقرا العمود، لان العمود هنا بيمثل منتج سين 1، فما ينفعش اجمع احتياجات منتج سين 1 من ماده الف على زي ماده ب على ساعه عمل، ما ينفعش. انما احنا بنجمع صف كده اللي هو بيعني ايه؟ ان انا احتياجات سين 1 من ماده الف، احتياجات سين 2 من ماده الف، احتياجات سين 3 هنا ما بيحتاجش. المجموع ده هو يكون في حدود الكميه المتاحه. طبعا ما ننساش شرط عدم السلبيه. بعد ما نصيغ النموذج هنحله. طبعا بنعمل جداول السمبلكس اللي احنا طبعا اكيد عارفينها من مقررات اخرى. في الاخر خالص هيديني الحل الامثل، وهذا اللي يهمنا انا في التفسير، وحتى برضه في اي امتحان او اسئله بجيب لك انا الحل الامثل. ده الحل الامثل بتاع النموذج، وده اللي يهمنا. عايزين نفسره بقى تفسير محاسبي وتفسير اقتصادي لهذا الحل. بسرعه كده، طبعا الحل هنا بيبقى في عندي العمود الاولاني بيديني عائد المساهمه للمتغيرات اللي موجوده في العمود الثاني، يعني سين 1 داله الهدف، او عائد المساهمه بتاع سين 1 في داله الهدف عندنا 2. فتلاقي في العمود الاولاني سين 1 اهيت موجوده وهامش المساهمه بتاعها 2. موجود غين برضه في الحل، غين 3، غين 2 غين 2 ده غين 2 ده ايه؟ ده المتغير الراكد. المتغير الراكد غين 2 دايما المتغير الراكد العائد المساهمه بتاعه صفر، المساهمه بتاعت الكميه الغير مستغله من قبل مورد بتساوي صفر. وبعدين عندنا سين 3 سين 2 وعائد المساهمه بتاعه 4. يبقى ادي العمود الاولاني والعمود الثاني. العمود الثالث القيمه اللي واخدها كل متغير في الحل، فكان سين 1 ب 10 وغين 2 ب 50 وسين 2 ب 30. ده الحل الامثل بتاعي، ان انا انتج من سين 1 10 وهنتج من سين 2 30 ومفيش سين 3، يبقى كاني مش هنتج سين 3 خلاص، بس هيبقى عندي من غين 1 اللي هي الكميه الراكده من الماده الخام ب، لان غين 2 معلش غين 2 اللي موجوده في الحل، غين 2 دي تمثل معلش احنا عندنا غين 1 وغين 2 وغين 3 دول المتغيرات الراكده اللي احنا استخدمناهم لتحويل المتباينات الى معادلات. فضفنا على القيد الاولاني غين 1 ده يمثل الكميه الراكده من الماده الخام الف، غين 2 ده يمثل الكميه الراكده الغير المستغله من الماده ب، غين 3 ساعات العمل غير المستغله. فاحنا اول حاجه هنفسرها في الجدول الحل. الحل هنقراها منين بقى؟ من المتغيرات الحل والقيمه بتاعت كل واحد. يبقى معناها سين 1 ب 10 يعني هنتج 10 من سين 1، سين 2 ب 30 وهنتج من سين 2 30، مفيش سين 3 يبقى مش هنتج منها حاجه لانها غير مربحه. الحل ده في الاخر هيبقى فيه كميه غير مستغله من الماده الخام ب 50 كيلو جرام. طب مفيش غين 1 ولا غين، يبقى ايه اللي مش موجود هنا في الحل؟ دي بنسميها المتغيرات الاساسيه. المتغيرات بقى اللي هي غير اساسيه اللي مش موجوده في الحل عندنا سين 3 بصفر. اي متغير مش موجود هنا في الجدول يعتبر ان هو مش منتج، يعني لا من غير المربح انتاجه. فعندي سين 3 مش موجود بصفر. طب غين 1 برضه بصفر وغين 3 بصفر معناهم ايه؟ غين 1 بصفر يعني كميه الماده الخام ألف، لان غين 1 ده متغير راكد ارتبط بالماده الخام الاولانيه.
فمعناها غين واحد بصفر معناها ان انا مستغلها بالكامل، او ان الكميه غير مستغله صفر. ساعات العمل برضو غين ثلاثه، ساعات العمل الكميه الراكد او المتغير الراكد المقابل ساعات العمل هو غين ثلاثه، واخد صفر برضو. يبقى معناها ان انا مستغل ال 100 ساعه استغلال كامل. ده تفسير بتاع العمود الاعمده الاول والثاني والثالث. بعد كده بقيه الجدول بقى بنعمل احنا عمود لكل متغير عندنا، عمود لسين واحد، عمود لسين اثنين، عمود لسين ثلاثة، عمود لغين واحد، عمود لغين اثنين، عمود لغين ثلاثة. القيم بقى اللي موجودة ديت بيسموها معدلات الإحلال الحدي بين المتغيرات. يعني إيه متغيرات معاملات الإحلال الحدي؟ معناها إن أنا لو زودت المتغير اللي فوق ده بوحدة واحدة، إيه تأثيرها على المتغير اللي على إيدي اليمين؟ فبنسميها متغيرات احلال حدي. متغيرات الاحلال الحدي برضه هقول معناها في حاله زياده المتغير اللي موجود في راس العمود بوحده واحده، يعني ثبت التغير في العمود في المتغيرات اللي في العمود بان احنا بنغيرها بوحده واحده. تاثيرها ايه على المتغير اللي موجود في اللي على ايدنا اليمين؟ يعني لو خدنا على سبيل المثال مثلا سين ثلاثة، لو دخلناها في الحل تأثيرها ايه على سين واحد؟ وهكذا يعني. بس في قاعدة بقى كده عشان ما ندخلش في تفاصيلها، لها طبعا اساس يعني. لو بالنسبة للأعمدة اللي هي سين واحد وسين اتنين وسين ثلاثة، المتغير المعاملات اللي فيه في الجدول العلاقة عكسية. يعني ايه عكسية؟ يعني لو كانت من السالب يبقى ده معناه زياده لهذا المتغير، لو بالموجب يبقى ناقص، علاقه سلبيه يعني. يعني ايه؟ يعني لو زودنا س 3 بواحد هنا الخمس ديت بالناقص، العلاقه ديت علاقه عكسيه، بالناقص يبقى زياده. يبقى معناها لو دخلنا س 3 في الحل بوحده واحده هيزيد س 1 بخمس، وفي وهتنقص غ اتنين بوحده بكيلو جرام يعني. وبعدين سين اتنين هنا علاقه موجبه يبقى هينقص. يبقى معناه لو دخلنا سين تلاته في الحل انتجنا وحده من سين تلاته، هي سين تلاته مش موجوده في الحل، بس لو دخلناها في الحل تاثيرها ايه على سين واحد؟ وتاثيرها ايه على غين واحد؟ وتاثيرها ايه على سين اتنين؟ المعاملات ديت هناخدها بالعكس، السالب يبقى موجب والموجب يبقى سالب. يبقى هنا معناها بالنسبة لتأثير إدخال أو زيادة، يعني برضه هقول إيه؟ إن سين تلاتة مش موجودة في الحل، بس لو دخلناها في الحل وأنتجنا وحدة واحدة، إيه هيترتب على هذا إيه؟ إيه علاقة بقى سين تلاتة؟ يبقى الخمس ده ناقص خمس ديت نسميه معامل إحلال ما بين سين تلاتة وسين واحد. يعني معامل إحلال الحدي؟ يعني لو زودنا سين تلاتة بوحدة إيه تأثيرها على سين واحد؟ لو لقيته بالسالب يبقى العلاقة موجبة، معناها ان زياده س 1، لو لقيته بالموجب يبقى علاقه سالب. اما بقى تحت غ 1 وغ 2 وغ 3 لا، خد الاشاره زي ما هي، الموجب موجب والموجب سالب. واحد يقول لي بقى هو تفسير النص هنا ليه تفسير ونص هنا لتفسير؟ دي سبب بقى، لان احنا لما بنيجي نقول بقى مش هنزود غ 1 بوحده، غ 1 دي ساعات راكده. غين واحد غين واحد معلش تمثل كمية المادة الخام الألف غير المستغلة. أنا ما بقولش هزود غين واحد بوحدة، إحنا هنتكلم عن حاجة اسمها أسعار الظل بعد كده. أسعار الظل معناها إيه؟ مش غين واحد اللي هتزيد بوحدة، لا ده الكمية المتاحة من هذا المورد هي اللي هتزيد بوحدة. ولذلك إحنا بنتكلم على عملية عكسية. يعني إيه تاني؟ لو زادت غين واحد بوحدة معناها إيه؟ غين واحد، غين واحد ديت الكميات غير المستغلة من هذه المادة. لو زادت الكميات غير المستغلة بوحدة، فسر الجدول زي ما هو برضه، العلاقة عكسية، لو كانت الإشارة موجبة يبقى سالبة، سالبة يبقى موجبة. إحنا ما نتكلمش عن إن الغين واحد هي اللي زادت، لا، أسعار الظل اللي هنتكلم عنها بعد كده، إن لا، إن الكمية المتاحة من هذا المورد هي اللي زادت. فالاتنين عكس بعض. عشان عكس بعض بقى بناخد المعاملات اللي تحت غين واحد وغين اثنين وغين ثلاثة، ما انا باخدهاش بالعكس، باخدها زي ما هي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو غين واحد زادت بوحدة هتلاقي سين واحد هتزيد، يبقى هنا العلاقة ايه؟ مش علاقة عكسية، علاقة طردية، يعني الزيادة زيادة والنقص نقص.
الحته دي هتفيدنا ان شاء الله في التحليل بعد كده. بعد كده في اخر جدول خالص في اختبار المثالية، بنحسب حاجة اسمها صاد واو ونطرح ريه واو ناقص صاد واو. طبعا مش عايز اقول تفاصيل الكلام ده، انما دي عبارة بنختبر مثالية الحل، هل هو حل امثل ولا حل غير امثل. احنا الجدول الاولاني خالص بيبدأ بالصف الاخير ده بقيم موجبة، ونقعد نعدل في الجدول، نطلع جدول بعد جدول لغاية ما نوصل للحل الامثل. الحل الامثل احنا بدأنا بوزيتيف، يعني القيم في الصف الاخير ده موجبة، اما تتحول الى سالبة نقف نقول ده الحل الامثل. فلو بصينا ريه واو ناقص صاد واو ده كله هو سالب او صفر، معناها ان دي الحل الامثل. طبعا صاد ده بنسميه يعني بيسموه التضحيه اللي انا بضحي بيها لو حصل تشينج او تغيير في المتغيرات بين بعضها. وريه واو ناقص صاد واو بنطرح بقى الصف الاولاني خالص اللي هو صف ريه واو ناقص صف بتاع صاد واو، يديني ريه واو ناقص صاد واو. فدي برضو الاختبار المثاليه ده ان شاء الله هيدينا، هنعمل تفسير ليه فيما بعد. بس هي الرقم بقى اللي تحت قيم متغيرات الحل وقصاد صاد واو اللي هو 140، ده بيديني الربح بتاع الشركه في حاله تحقيق هذا الحل. يعني لو انتجنا من سين واحد 10، العشرة في 2 10 وحدات، كل وحده بتديني 2 جنيه عائد مساهمه، هتديني 20. وصاد 2 وسين 2 ب 30، 30 في 4 ب 120. يبقى الحل ده هيديني المنتج الاولاني هيديني 20 والمنتج الثاني هيديني 120، يبقى الربح وفقا لهذا الحل 140. ده الخطوه الاولى في تفسير الجدول، ان احنا شفنا ايه الحل الامثل والربح الناتج عن هذا الحل الامثل، وايه المتغيرات اللي واخده قيمه موجبه، وايه المتغيرات اللي واخده قيمه بتساوي صفر. طبعا ما فيش متغيرات هتاخد قيمه سالبه لان احنا عندنا شرط عدم السلبيه. وفسرنا برضو الجدول داخل الجدول نفسه بسماها معاملات الاحلال الحدي بين المتغيرات. ده بس مقدمه عشان ندخل بعد كده بقى لاسعار الظل. اسعار الظل بيسموها حد شادو برايسز. يعني ايه شادو برايسز؟ يبقى انا عندي اسعار الظل، دي معناها ان احنا لو اضفنا وحده واحده من كل مورد، الموارد اللي عندي اللي هي ماده الف ماده ب ساعة، لو اضفنا وحده واحده للحل ايه تاثيرها على الحل وايه تاثيرها على الربح. فسعر الظل معناه ايه؟ عائد المساهمه الناتج او زياده في هامش المساهمه الاجمالي هو 140، الزياده في 140 اذا اضفنا وحده واحده من كل مورد، فبنسميها اسعار الظل. احنا بنجيبها من الصف الاخراني اللي هو تحت كل متغير من المتغيرات، لان غين واحد تحت غين واحد هتلاقي فيه اتنين من اتنين، تحت غين واحد في اتنين على عشرة هي طبعا بالسالب، وتحت غين اتنين صفر، وتحت غين تلاتة ستة على خمسة. الارقام دي بيسموها اسعار الظل. اسعار الظل يعني ايه؟ يعني لو اضفنا وحدة واحدة من المادة الخام ألف، ما غين واحد دي تمثل المادة الخام ألف، لو أضفنا واحدة واحدة أرباحي هتزيد باتنين من عشرة. واحد يقول لا ده هي بالناقص هنا، لا احنا بنتجاهل الإشارة، يعني انسى الإشارة دلوقتي ونقول بقى لا الربح هيزيد باتنين من عشرة لو أضفنا واحدة من المادة ألف. إنما لو أضفنا واحدة من المادة ب لا تأثير لها على الربح لأن فيه تحتها صفر. لو اضفنا ساعة عمل ارباحي هتزيد من 6 على 5 او 1.2. يبقى احنا واحنا بنفسر الصف الاخراني بنتجاهل الاشارة. فبنبص تحت كل متغير من متغيرات الراكدة اللي عندي، لان المتغيرات الراكدة اللي عندي دي تمثل الموارد المختلفة. غين واحد دي تقابل مادة الف، غين اتنين تقابل مادة ب، غين تلاتة تقابل ساعات العمل. ده بالنسبة لأسعار الظل ومعناها برضه عشان نفسرها أكتر. هو احنا بنقول المادة ألف لو زودناها بدل 100 كيلو متاح ليا بقى لو بقت 101، ده المعنى كده. ولو عملنا نموذج تاني، نموذج برمجة خطية، بافتراض إن المادة ألف عندي منها
هنرجع معلش للجدول ده تاني بس عشان نفسر اسعار الظل. لو عملنا نموذج تاني وغيرنا فيه ان الماده خام الف بدل ما كانت 100 بقت 101، ده نموذج برمجه خطيه كامل زي ما شايفين. عندي برضو نفس المنتجات وكل حاجه، بس كل التغيير ان بدل ال 100 بقت 101. ولو حلينا النموذج ده ايه اللي هيحصل فيه؟ هنلاقي الحل بتاع النموذج اهو. الحل اهوت بيقول لي ايه؟ خلي بالك بس، الحل بيقول سين واحد هتبقى 10.3، وسين اتنين هتبقى 29.9، وسين تلاتة في صفر زي ما هي، والربح هيبقى 140.2. لا، يبقى الربح زاد ايه؟ 2. الاتنين من عشرة دي ايه معناها ايه؟ لو احنا زودنا واحدة من هذه المادة اربعة هزيد باتنين من عشرة. طب هي الاتنين من عشرة جات منين؟ يعني ايه الربح ده هيجي لي منين؟ هنبص في الحل هنلاقي سين واحد كانت بعشرة بقت 10.3، يعني زادت سين واحد بتلاتة من عشرة، وسين اتنين نقصت بكام؟ من 30 ل 29.9، يعني نقصت بواحد من عشرة. لا، يبقى اذا التغيير ده مش تغيير بس الربح الزاد كده وخلاص، ده زاد نتيجه ان في تغيير حصل في المتغيرات بتاعتي. ان سين واحد بدل ما كانت في الجدول اللي احنا عندنا ده، لو رجعنا للجدول تاني، سين واحد بدل ما كانت 10 هتبقى 10.2، اللي هي الخمس دي اللي هي تحت، لا اللي هي 3 من 10، معلش تحت غين واحد في 3 من 10. ايه 3 من 10 ديت؟ لو الماده الخام الف زادت بوحده بكيلو جرام، سين واحد هتزيد ب 3 من 10، بدل ما 10 هتبقى 10.3. وبعدين سين اتنين هتنقص بكام؟ بواحد من 10. الله، ده انا ممكن اطلع بدل ما اعمل نموذج تاني، ما العمود ده هيديني كل اللي انا عايزه. تحت غين واحد كده، لو قرينا تحت غين واحد هيديني كل اللي احنا عملناه بدل ما نصيغ نموذج تاني. نقول ايه؟ لو زادت المادة الخام ألف بوحدة بكيلو جرام واحد، إيه تأثيرها على سين واحد؟ إحنا قلنا تحت الغين واحد واتنين وتلاتة بتاخد الإشارة زي ما هي، فكأن غين واحد لو دخلت في الحل سين واحد هتزيد بتلاتة من عشرة زي ما طلعناها في الحل بالظبط، وسين اتنين هتنقص بواحد من عشرة، وفي الآخر أرباحي هتزيد باتنين من عشرة. كل اللي إحنا عملناه لأن نفسره من هذا الجدول. طبعا لها تأثيرها برضو على غين اتنين اللي هي مادة الخام ألف، إنها هتنقص بواحد، يعني هتنقص بنص، هتنقص بنص، يعني بدل ما هي 50 كانت 50 هتبقى 49.5، يعني الكمية المتاحة من بيع هتنقص، بدل ما كان الكمية راكدة 50 هتبقى 49.5. طبعا النص ده نتيجة إيه؟ إن سين واحد زادت وسين اتنين نقصت، في الآخر الكمية الراكدة هتنقص بنص. طب هل الكلام ده يمشي على غين اتنين؟ غين اتنين هيت هتلاقيها صفر، يعني سعر الظل بتاع غين اتنين صفر. ايه غين اتنين ديت؟ ما هي دي المقابله للماده الخام ب. الماده الخام ب عندي اصلا منها راكد 50 كيلو، عندي في المخزن 50 كيلو راكد بقى. الحل ده فيه كميه غير مستغله من الماده الخام ب 50 كيلو، نزودها تاني نروح نشتري تاني؟ لا، ما نشتريش تاني لانها عندي راكد، وبالتالي هتلاقي سعر الظل بتاعها صفر. يبقى خدها قاعده، اي متغير فيه راكد هتلاقي سعر الظل بتاعه صفر. لو بصينا بقى لغين ثلاثه، غين ثلاثه ممكن نفسرها بنفس الطريقه. غين ثلاثه اللي هي ايه؟ ساعات العمل. لو زودنا ساعه العمل بساعه، ايه تاثيرها؟ احنا قلنا العمود ده بتاخد الاشاره زي ما هي. لو زودنا ساعات العمل بساعه، يعني بدل ما كانت 100 ساعه بقت 101، وعملنا نموذج ثاني هيديني حل. بس بدل ما نعمل نموذج تاني ونتعب نفسنا، ما هو موجود في العمود ده، نبص تحت غين تلاتة ونفسر. بس هنقول ايه بقى؟ الاشارات زي ما هي، الناقص ناقص والزائد زائد، لان تحت غين واحد وغين اتنين وغين تلاتة بناخد الاشارات زي ما هي. فمعناه ايه بقى؟ لو زودنا ساعة عمل هتلاقي سين واحد هتنقص بخمسة، 2 من 10، مش هتبقى 10 بقى، هتبقى 9.8، وسين تلاتة هتزيد ب 50، يعني 4 من 10، يعني مش هتبقى 20 بقى، مش هتبقى 30، هتزيد ب 4 من 10، وفي الاخر
أربعة هتزيد بستة على خمسة. ده التفسير بتاع ده. يبقى الأرقام اللي تحت في صف ره واحد وره واو وصاد واو تحت المتغيرات الراكدة، ده مهم، احنا بنتكلم عن تحت المتغيرات الراكدة دي بنسميها أسعار الظل. معناها ايه اسعار الظل بقى تاني؟ معناها ان الزياده في هامش المساهمه للشركه في حاله زياده المورد بوحده واحده، سواء كان كيلو جرام او ساعه عمل. دي بنسميها اسعار الظل. النقطه بقى الاساسيه قبل ما نتكلم عن خساره الفرصه البديله، ان اسعار الظل دي ليست اسعار محاسبيه، يعني لازم نفرق ما بين التكاليف المحاسبيه اللي احنا بنسجلها في الدفاتر وبين سعر الظل. في سعر محاسبي وسعر ظل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا لو رجعنا للجدول الاولاني خالص، بيقول لي الماده الف، الماده الف بشتريها ب 2 جنيه سعرها 2 جنيه وضربنا الاربعه في 2 بشتريها، لا بشتريها بنص جنيه، سعر الكيلو نص جنيه. النص جنيه دي ده السعر المحاسبي اللي انا بدفعه فعلا ثمن لهذه الماده، ده نص جنيه. انما سعر الظل طلع كام؟ طلع سعر الظل بتاع الماده الف، سعر الظل طلع 2 من 10. ايه الفرق بين الاثنين بقى؟ يعني فيه نص جنيه ده التكلفه الفعليه، حتى بيسموها بالانجلش الاكسبليسيت كوست، التكلفه الفعليه المحاسبيه اللي انا بسجلها في الدفاتر، انا بشتري الماده دي بنص جنيه. انما ايه الـ2 من 10 بقى؟ دي بيسموها التكلفة الضمنية أو تكلفة الفرصة البديلة. تكلفة الفرصة البديلة دي مفهوم اقتصادي عارفين احنا كويس، ان احنا لو استغلينا المورد النادر ده في استخدام بديل هيجيب لي 2 من 10. ده الـ2 من 10 دي بعد ما ادفع النص، يعني بعد ما اشتريها بنص جنيه واستخدمها في اي استخدام بديل، هذا الاستخدام بديل هيزود لي الربح بـ2 من 10 بعد سداد التكلفة المتغيرة المحاسبية اللي سجلت في الدفاتر. فإذا احنا عشان كده سموه أسعار الظل. فأسعار الظل دي تكلفة فرصة بديلة، تكلفة ضمنية، إنما النص جنيه دي تكلفة فعلية محاسبية بتسجل في الدفاتر المحاسبية. نفس الحكاية بالنسبة لساعات الآلات. ساعات الآلات بتكلفني 2 جنيه. يبقى أنا بدل العامل بالساعة 2 جنيه. انما ايه بس الستة على خمسة؟ هي سعر الظل بتاعها 6 على 5 او 1.2 من 10. معناه ايه 1.2 من 10؟ بعد مد للعامل اللي 2 جنيه ده الريت بتاعه في الساعة، لو انا استخدمت الساعة بتاعت العامل ده في استخدام بديل تكلفة الفرصة البديلة 1.2 من 10 بعد ما سدد الـ2 جنيه للعامل كريت لهذا العامل. ده بالنسبة لتفسير الأعمدة تحت المتغيرات الراكدة. دي بنسميها أسعار الظل، وهنشوف لها استخدامات كثيرة يعني. نيجي بقى لمفهوم تاني مهم جدا، وهو خسارة الفرصة البديلة. خسارة الفرصة البديلة دي بقى تفسيرها تحت المتغيرات الأساسية، تحت س1، تحت س2، وتحت س3. يعني خلي بالك بس عشان كده تبقوا معايا، احنا الجدول هنا بنقسمه نصين. نص تحت المتغيرات الأساسية س1 وس2 وس3، والنص الثاني تحت المتغيرات الراكدة. تحت المتغيرات الراكدة احنا خلاص فسرنا، سواء معاملات داخل الجدول أو في صف اختبار المثالية الأخراني اللي هو ريه واو ناقص صيد واو، خلاص فسرنا الجزء ده. فاضل لنا بقى نفسر الجدول تحت المتغيرات الأساسية بتاعتي اللي هي س1 وس2 وس3. الصف الأخراني ده عندنا فيه 0 و0 و7 من 10. الصفر والصفر وسبعة من عشرة دي بيسموها خسارة الفرصة البديلة المترتبة، ان انا لو انا انتجت المنتج ده هل فيه يترتب عليه خسارة ولا ما ترتبش عليه خسارة؟ يعني ايه؟ لو بصينا تحت س1 لقيها صفر، الصفر دي بنسميها ايه؟ خسارة الفرصة البديلة لس1. يعني ايه؟ يعني اللي انا لو انتجت س1 الخساره بتاعتي بس خساره ايه؟ بيسموها اوبورتونيتي لوس، خساره الفرصه البديله. هنشوف دلوقتي، يبقى خساره الفرصه البديله لس1 صفر، خساره الفرصه البديله لس2 صفر، خساره الفرصه البديله لس3 7 من 10. الله، احنا سميناها خساره الفرصه البديله ليه؟
لان احنا عندنا عائد مساهمه لكل منتج، يعني اذا واحد بيديني 2 ده مش خساره، ما بيديني عائد مساهمه 2 جنيه. يعني ايه عائد مساهمه 2 جنيه؟ يعني بعد ما طرحت منه التكاليف المتغيره طرحتها من سعر البيع بيديني 2 جنيه. طب باع هو بيديني 2 جنيه. انما خساره الفرصه البديله بقى دي مفهوم برضو اقتصادي، وهذا الخساره بتعني انه في حاله انتاج المنتج سين واحد لا توجد خساره فرصه بديله، وكذلك لسين 2. انما سين 3 بقى لو انتجته هخسر 7 من 10. ايه 7 من 10 دي بقى بتاعت خساره الفرصه البديله بسين 3؟ قبل ما نقول برضو سين 3 هو معناها بقى برضو نجد فيه خلاصه مهمه جدا، وهو ان اي منتج موجود في الحل، احنا عندنا في الحل موجود سين 1 وسين 3. يعني ايه موجودين في الحل؟ يعني انه من الامثل انتاج سين 1 وسين 2. طالما المنتج موجود في الحل اكيد هتلاقي خساره الفرصه البديله بتاعته صفر. يعني ايه؟ لا توجد خساره فرصه بديله خاصه بهذه المنتجات، وبالتالي فهي موجوده في الحل. موجوده في الحل ليه؟ لان خساره الفرصه البديله بتاعتها هتلاقيها صفر. انما المنتج اللي هو غير موجود في الحل اكيد ليه خساره فرصه بديله. فاذا سين 3 فيه خساره فرصه بديله وعشان كده مش موجود في الحل. طب نفسرها ازاي بقى خساره الفرصه البديله؟ هتبقى واضحه قوي بالنسبه لسين 3، وبعدين نرجع نفسرها لسين 1 وسين 2. لو خدنا سين 3 احنا قلنا هنفسرها تفسيرين. يعني التفسير الاولاني هناخد المعاملات اللي تحت سين 3، بس فيها نقطة بقى مهمة. طالما احنا في الجزء ده من الجدول، لا الإشارات اللي موجودة في معاملات الإحلال الحدي بناخدها بالعكس بقى. تحت المتغيرات الأساسية بناخدها بالعكس. برضه يعني دي لها طبعا تفاصيل أكتر من كده، بس احنا بنقول برضه بصورة عامة هو أساسا المعاملات دي بالعكس، سواء الناحية دي أو الناحية دي. بس هي في ناحية المتغيرات الراكدة احنا بنقول ايه؟ احنا ما بنزودش غين 1 ولا غين 2 ولا غين 3، لا احنا بنزود المورد بوحده. فعشان كده تبقى العلاقه هنا هناخد تحت غين 1 وغين 2 وغين 3، احنا ما بنفسرش زياده غين 1، لا. لو بنفسرنا زياده غين 1 خد برضو المعاملات بالعكس زي التانيين. انما احنا لا، احنا بنقول زياده مورد بواحد، وعشان كده بناخد المتغير المعاملات تحت غين 1 وغين 2 وغين 3 بناخدها زي ما هي. انما تحت في النص الثاني من الجدول تحت سين 1 وسين 2 و3 لا بناخدها بالعكس. طب معناها ايه بقى؟ يعني احنا لو بصينا تحت سين 3 هنلاقي تحت سين 3 ناقص 5. ناقص 5 هنا زي ما قلت لكم برضه في اول المحاضره، ناخد العلاقه هنا ما دام الاشاره سالبه يبقى هتزود، يبقى سين 3 لو دخلت في الحل، المنتج سين 3 لو دخل في الحل هيزود سين 1 ب5، هيزود لان الاشاره هنا سالبه، وهيزود وهينقص المتغير الراكد غين 2 ب1، وهينقص سين 2 ب50، وبالتالي انا هيضيع عليا 6/5. هيضيع عليا 1.2 تحت قصاد صاد واو، وفي النهاية هخسر 7/10. برضو هقول تاني، يعني احنا لو صممنا هو الحل بيقول لي لا ما تنتجش سين 3، لا ما تنتجوش لانه غير مربح وهخسر، بس الخسارة اللي انا هحسبها دي خسارة فرصة بديلة. تحليل اقتصادي، يعني تحليل اقتصادي مش تحليل محاسبي. يعني التحليل المحاسبي بيقول لي المنتج ده بيديني نص جنيه، ده الربح بتاعه الربح المحاسبي اللي هو سعر البيع ناقص التكلفة المتغيرة، ده يبقى محاسبيا هو بيديني نص جنيه. انما من التحليل الاقتصادي بيقول لي لو هذا المنتج غير مربح انك تنتجه، لانك لو انتجته هتخسر في الاخر 7/10. 7/10 ليه؟ لان هو هيجيب لك نص جنيه عائد مساهمه، بس هيضيع عليك 1.2 اللي هو 6/5 اللي قصاد صاد واو، دي بيسموها ايه؟ تضحيه يعني، او ساكريفايز يعني. فهو انت هتضحي ب 6/5 يعني 1.2 عشان تجي لك نص. الله، طب ما هم بديلين اهو.
يعني في بديل بتجيب لك نص جنيه بس هيضيع عليك ربح 1.2، يبقى في الاخر انت خسران 7/10. ال 7/10 دي بتسمى خساره الفرصه البديله للمنتج ده اللي هو سين 3. طبعا في طريقه ثانيه لحساب خساره الفرصه البديله، وهي ان احنا نقيم الموارد اللازمه لهذا المنتج باستخدام اسعار الزرق. يعني ايه؟ يعني احنا لو رجعنا للجدول الاولاني خالص بتاع احتياجات ال اوضحها لكم برضه هنا في الكتابه. خساره الفرصه البديله للمنتج سين 3 ممكن نحسبها بطريقه ثانيه. انها نقول انا ببيعه بنص جنيه. طب هو احتياجاته ايه؟ لو بصينا في العمود بتاعه في الجدول الاولاني خالص ما بياخدش حاجه من ماده الف، ما بياخدش حاجه. انما بياخد من ماده ب كيلو. وبياخد من الساعات 2 ساعه. طب احنا طلعنا السعر الظل بالنسبه للماده الف هيبقى صفر لان هو بياخدش، يبقى صفر. والماده ب صفر برضه. انما سعر الظل بتاع ساعات العمل 6/5. يبقى 2 في 6/5 يديني 12/5. وهنا نص. فلو طرحنا الاثنين من بعض النص ده لو حسبناه يعني ده نص 5/10 وده 1.2، فلو طرحنا من ده يديني في الاخر ناقص 7/10. يبقى معناها ايه؟ ممكن اطلع خساره الفرصه البديله لاي منتج بان انا اقارن سعر البيع بتاعه نص جنيه واحتياجاته من الموارد المختلفة بس باستخدام أسعار الظل مش باستخدام التكلفة المحاسبية. فهو ما بياخدش من ألف وبالتالي هيبقى التكلفة تكلفة الفرصة البديلة هنا صفر. بياخد من ب بس سعر الظل بتاع ب صفر لأنها سعر الظل بتاعها صفر. إنما بياخد ساعتين من ساعات العمل، لو ضربنا ساعتين في سعر الظل بتاع الساعة يبقى 6/5 هيطلع 1.2. هي 12/10. هتطلع 1.2. هتلاقي في الاخر انها عندي خسران 7/10. طيب لو حسبنا بقى خسارة الفرصة البديلة للمنتجين التانيين، يعني لو حسبناه لسين 1 مثلا وسين 2، خسارة الفرصة البديلة لسين 1 وسين 2 هي طالعة صفر، لأن لا يترتب على إنتاج هذه المنتجات أي خسارة فرصة بديلة، وبالتالي فإنها من الامثل انتاجها يعني. طب برضو ممكن نحسب لها خساره الفرصه البديله بنفس الطريقه، ان احنا نعمل ايه؟ هقول سعر البيع. سعر البيع بتاع عائد المساهمه، عائد المساهمه بتاع ده 2 وده 4. طب ده عائد المساهمه. احتياجات كل منتج، احتياجات المنتج من الموارد المختلفة من مادة ألف، مادة ب، ساعات. هنلاقي سين 1 بياخد 4 وبياخد 2 وبياخد 1. هنضربهم في سعر الظل. سعر الظل بتاع المادة ألف 2/10، وسعر الظل بتاع ده 0، وسعر الظل هنا 6/5 يعني 1.2. فلو ضربنا 4 في 2 ب8/10 وهنا 0 وهنا 1.2 هتلاقي الاحتياجات ب2 جنيه والعائد المساهمة 2 جنيه يبقى خسارة الفرصة البديلة 0. نفس الحكاية بالنسبة لسين 2. سين 2 عائد المساهمة بتاعه 4. احتياجاته ايه بقى؟ بياخد 1/1 بياخد 2/1/3 يعني 2 من مادة ألف، 1 من مادة ب، و3
هنضرب نفس في اسعار الظل 2 و2 مع في 2 من 10 ب 4 من 10 وهنا 0 هنا 3 و1 من 10 ب 3 و6 من 10 هتلاقي مجموعهم 4 4 بيساوي 4 يبقى معناها كده ايه؟ ان المنتجات التي تدخل في الحل لازم خسارة الفرصة البديلة بتاعتها لازم تطلع صفر. طيب احنا بقى اتكلمنا دلوقتي عن حاجتين مهمين جدا لو رجعنا برضو للجدول تاني. لو رجعنا للجدول تاني يبقى احنا فسرناه بالكامل دلوقتي. فسرناه بالكامل من ناحية ايه؟ شفنا الحل الامثل ايه؟ شفنا الربح بتاع الحل، شفنا الاسعار الظل اللي تحت المتغيرات الراكدة، وشفنا خسارة الفرصة البديلة اللي هي موجودة تحت المتغيرات الاساسية. الاسعار الظل وخسارة الفرصة البديلة لها استخدامات كثيرة جدا ولها العديد من الاستخدامات في اتخاذ القرارات. هنشوف أمثلة لاتخاذ القرارات اللي احنا ممكن نستخدمها في استخدام هذه المعلومات الهامة اللي موجودة في جدول الحل النهائي. أول قرار ممكن نستخدم هذه المعلومات فيه ان احنا القرار الخاص بالحصول على موارد اقتصادية اضافية. يعني ايه؟ انا عندي ثلاث موارد كمدخلات للمنتجات بتاعتي، مادة الف، مادة ب، ساعات عمل. هو السؤال دلوقتي هل احنا محتاجين ان احنا نشتري خامات اضافية من الف ومن ب ونزود ساعات العمل، ساعات الالات؟ هنا الساعات المعبر عنها عن ساعات الات. فاول ده اول قرار، قرار الحصول على موارد اضافيه لكل مورد من هذه الموارد. اسعار الظل بتفيدني جدا هنا. اول حاجه اي مورد موجود فيه كميه راكده غير مستغله وسعر الظل بتاعه صفر زي الماده خام ب، ده لا مبرر اقتصادي ان انا اشتري منها ازود عليها ليه؟ اذا كان عندي في المخزن راكد 50 فده اول حاجه. يبقى اول حاجه قرار للاداره انها لا تحصل على اي موارد اضافيه من الماده ب لانها ليه؟ لانها راكده في جزء منها راكد وسعر الظل بتاعها صفر. طب والمواد الخام او الموارد اللي لها سعر ظل؟ احنا عندنا ماده الف لها سعر ظل وساعات العمل لها سعر. طب ليهم سعر ظل ليه؟ لانه الحل ده معناه استغلال كامل لهذه المواد، يبقى انا مستغل ال 100 كيلو جرام الكامله بالنسبه لماده الف ومستغل ال 100 ساعه اله بالنسبه للمورد ساعات الالات. اذا دول طالما انهم مستغلين بالكامل وبالتالي لهم سعر ظل، وبالتالي انا ممكن من المربح ان انا ازود هذه الموارد. طيب خدنا قرار خلاص هنزود الموارد من المادة ألف ومن ساعات العمل. إيه المؤشر للإدارة بقى؟ إيه السعر الحد الأقصى للسعر الذي يمكن أن تدفعه الإدارة ثمنا للوحدة الإضافية من كل مادة؟ بيوفر لي كده بقى هنا أسعار الظل تعتبر مؤشر للإدارة. يعني لو خدنا المادة ألف وقلنا يا إدارة أقصى سعر تدفعيه كام؟ في الكيلو جرام الاضافي لماده الف. انا عندي سعر الظل اللي موجود تحت الف موجود 2 من 10. يعني ايه 2 من 10؟ يعني لو زودت هذه الماده بكيلو جرام واحد ارباحي هتزيد ب 2 من 10. بس في حته مهمه جدا بقى، ده الارباحي هتزيد ب 2 من 10 بعد ما ادفع التكلفه المتغيره اللي هي نص جنيه. وبالتالي اقصى سعر ادفعه 7 من 10 بقى. ولذلك هنا اللي انا بستفيده من اسعار الظل، اسعار الظل هنا ما بتدينيش السعر الحد الاقصى للسعر اللي انا ادفعه للوحده الاضافيه من المول، لا ده الحد الاقصى للسعر هو عباره عن التكلفه المتغيره بتاعته اللي هو نص جنيه في حاله الماده الف زائد الاثنين من عشره سعر الظل. وذلك انا ممكن اقول بقى ان الحد الاقصى للسعر
الذي يمكن ان تدفعه الاداره للوحده الاضافيه من المورد بتساوي تكلفته المتغيره، التكلفه المحاسبيه زائد سعر الظل. برضه ليه بقى؟ اللي احنا قلنا قبل كده، لان الاثنين من عشره ديت بتمثل اللي هو سعر الظل بتاع الف، تمثل الزياده في عائد المساهمه للشركه بعد ما ندفع التكلفه المتغيره. يعني ايه بعد ما هو عائد المساهمه بتاع المنتج سين واحد، عائد المساهمه 2 جنيه دي، هي ال 2 جنيه دي جت منين؟ ما بعد ما طرحنا كل التكاليف المتغيره. وبالتالي اذا ال 2 من 10 دي الزياده في ارباح الشركه بعد ما سددنا التكاليف الايه؟ المتغيره. وذلك الحد الاقصى للسعر هنا هيبقى 7 من 10. ايه 7 من 10 بقى؟ اللي هي التكلفه المتغيره محاسبيه زائد سعر الظل. نيجي بقى لايه؟ الماده به، لا ما نشتريهاش، لان يعني سعر الظل بتاعها صفر وفيها كميه رجاء. انما ساعات العمل او ساعات الالات او ساعات العمل في بعض الاحيان ممكن ان انا ازودها بساعه اضافيه، لانها اولا مستغله بالكامل نمره واحد، نمره اثنين سعر الظل بتاعها 6/5، يعني 1.2. يعني ايه 1.2؟ برضه ده سعر الظل بتاع ساعه الاله الزياده. طب ادفع كام بقى في ساعه الاله الزياده ديت؟ الحد الاقصى للسعر يعني هيبقى كام؟ برضه التكلفه المتغيره اللي هي 2 جنيه. احنا عندنا تكلفتها المتغيره اصلا في المحاسبية ب 2 جنيه. يبقى انا ادفع في ساعه اضافيه ال 2 جنيه زائد ال 1.2، هيبقى الحد الاقصى للسعر 3.2. فده اول قرار من القرارات اللي احنا ممكن ناخدها باستخدام اسعار الظل. برضو احنا لو قلنا اسعار الظل بس ما بتدينيش الحد الاقصى للسعر. الحد الاقصى للسعر هو عباره عن التكلفه المتغيره زائد سعر الظل. انما سعر الظل في حد ذاته بيسموه البريميوم او الزياده اللي انا ممكن ادفعها زياده عن التكلفه المتغيره. ده اول قرار ممكن ناخده في باستخدام اسعار الظل. القرار الثاني ممكن ناخده برضه، وهو قرار خاص باضافه منتج جديد. يعني ممكن نستخدم هذه المعلومات ان انا نضيف منتج جديد او ما نضيفوش. طب نعمل ايه استخدامات اسعار الظل في هذا الموضوع؟ سهله جدا. المنتج الجديد ده ليه سعر بيه؟ وليه احتياجات من طبعا احنا بنفترض ان هو بيستخدم نفس الخامات او نفس الموارد يعني. يعني المنتج الجديد ده مثلا لو سين 4 بيستخدم ماده الف، بيستخدم ماده ب، بيستخدم ساعات برضه. فمحتاجين احتياجاته من هذه الموارد تبقى جيفن معطاه يعني، وعندنا التكلفه بتاعتها، فنحسب التكلفه المتغيره بتاعت هذا المنتج الجديد نطرحها من سعر البيع المقترح ليه، يدينا عائد المساهمه بتاعه. عائد المساهمه بتاعه ده نقارنه بتكلفه الفرصه البديله، ان احنا نحسب احتياجاته برضه من الموارد بس مضروبه في اسعار الظل. يبقى انا عندي دلوقتي عائد المساهمه المحاسبي اللي بيديهولي المنتج الجديد، وتكلفه الفرصه البديله بتاعته اللي هو احتياجاته من الموارد بس باستخدام اسعار الظل، ونحسبها مع بعض ونقارن بقى عائد المساهمه بتاعه وتكلفه الفرصه البديله بتاعته. وبعدين لو لقينا والله عائد المساهمه اللي بيديه اكتر تكلفه الفرصه البديله، يبقى نضيف هذا المنتج. لو اقل يبقى نرفض انتاج هذا المنتج. يعني لو احنا مثلا على سبيل المثال خدنا منتج برضه هنستخدم نفس الحاجات دي، يعني مثلا عايزين نضيف منتج سين 4. طيب انا يعني هفرض اي ارقام كده وزي ما تطلع يعني. لو كان سعر البيع بتاعه مثلا 20، ده سعر البيع المقترح. هنحسب بقى التكاليف المتغيره بتاعته، تكاليف المتغير. طب التكاليف المتغيره دي تعتمد على ايه؟ ان هو بيحتاج قد ايه من ماده الف، بيحتاج قد ايه من ماده ب، بيحتاج قد ايه من الساعات، حسب الاسعار المحاسبيه. الاسعار المحاسبيه اللي هو مديها لي في الاول خالص من الجدول، احنا عندنا الاسعار المحاسبيه بتاعتي ده بنص جنيه وده كيلو، ده بجنيه وده باتنين جنيه. هنحسبها، ده الاسعار. بياخد كميه بقى قد ايه؟ هيديني بقى يقول لي المنتج ده هياخد قد ايه؟ هنفترض ده هياخد مثلا 5 كيلو.
وده 4 كيلو وده مثلا ساعتين، فهنحسب كده هيبقى 2.5، وهنا 4 وهنا 4، يبقى كده 10.5. 10.5 من 20 يبقى عائد المساهمة 9.5. هنطرح منه بقى تكلفة الفرصة البديلة لهذا المنتج. تكلفة الفرصة البديلة هناخد نفس الكميات دي اللي هي 5 4 2، بس هنضربها في سعر الظل. احنا عندنا سعر الظل بتاع المادة 1.2، وسعر الظل بتاع ده 0، وسعر الظل هنا 6.1. هنضربها 5 في 2 دينا 1، 4 في 0 في 0، وهنا هيبقى 2.4، يبقى كل ده 3.4. هتلاقي هنا انا معلش اديت اي ارقام كده، انما طلع بوزيتيف اهو 9.5، 4 من 5 و3 الله. يبقى المنتج ده هو سين 4 لو اضفته هيكلفني 9.5، هيكلفني ده عائد المساهمة بتاعه 9.5، بس تكلفة الفرصة البديلة باستخدام نفس الموارد دي بس باستخدام اسعار الظل 3.4، فبيديني هنا بوزيتيف اهو، يبقى اضيفه. امتى ما اضيفوش بقى؟ لو كان ده ايه؟ لو ده مثلا طلع الحسبانه بتاعتي دي مش 6.1، طلع مثلا 10، يعني هنفترض ان هو بياخد هنا مثلا 5 ساعات او 10 ساعات مثلا، يعني هتلاقي هنا 1 وهنا 10 ب 12، 12 و1 يبقى 13، يبقى هنا فيه نيجاتيف اهو. لو يبقى نيجاتيف معناه ايه نيجاتيف؟ يعني هو بيجيب لي 9.5، بس الموارد دي لو استخدمت في استخدام بديل اخر بتديني 13، يبقى ما انتجوش، استخدمها في الاستخدام البديل اخر. وده القرار الثاني بتاع ان احنا نستخدم خسارة الفرصة البديلة في اضافة او عدم اضافة منتج جديد. برضه ممكن نستخدم اسعار الظل في استبعاد منتج. استبعاد منتج برضه اهو، ما انا عندي سين 3 موجود في التشكيلة بتاعتي، بس النموذج بيقول لي ما تنتجوش، معناه ان انا استبعد هذا المنتج. دي كلها استخدامات لاسعار الظل، ولها استخدامات اخرى ان شاء الله هناخدها بعد كده. بس قبل ما ننهي هذه المحاضرة، عندنا حاجة اسمها النموذج الثنائي. النموذج الثنائي ده نموذج اخر بيستخلص من النموذج الاصلي. النموذج اللي احنا شرحناه ده بيسموه النموذج الاصلي. في النموذج الثنائي ده بنصيغه وليه اجراءات خطوات معينه للصياغه وبنحله. هو ميزه النموذج الثنائي ان هو بيديني، ما بيدينيش المنتج ده انتج منه كام والمنتج من ده انتج منه كام، لا بيديني اسعار الظل وخساره الفرصه البديله. يعني هيديني في الاخر وانا محله هيقول لي مثلا ان سعر الظل بتاع الماده الف 2.1، وسعر الظل بتاع الماده ب 0، وسعر الظل بتاع غين 3 بتاع ساعات العمل 6 على 5 او 1.2. يعني اذا النموذج الثنائي بقى اللي بتستخلصه من النموذج الاصلي ده بيديك الاسعار الظل وخساره الفرصه البديله مباشره من الجدول نفسه. فهتديني نفس البيانات اللي انا ايه وصلت لها من الصف الاخير من النموذج اللي احنا حليناه. فانت هيبقى عندك بديلين، يا تحل النموذج الاصلي وتطلع الصف الاخير بتطلع منه اسعار الظل وخساره الفرصه البديله، يا اما تصيغ النموذج الثنائي، والنموذج الثنائي بيستخلص من النموذج الاول حسب خطوات يعني موجوده بالتفصيل، منها تطلع الحل الامثل بتاع النموذج الثنائي. النموذج الثنائي هيديني ايه؟ هيديني الصف الاخير من الجدول بتاع النموذج الاصلي. الصف الاخير هو اللي هو اسعار الظل وخساره الفرصه البديله. بكده انا بقينا انتهينا من هذا الفصل، وان شاء الله هنبدا المحاضره القادمه في موضوع هام جدا برضو في احد استخدامات اسعار الظل في الرقابه على الاقسام في حالات اللامركزيه الاداريه. نشكركم على حسن استماعكم، ونلقاكم في المحاضره القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.